شهري سبتمبر اكتوبر للمرصد الاجتماعي. تفاجئنا بشكل كبير برشا، لانه في الشهر هذا في شهر سبتمبر عدد حالات الانتحار ومحاولة الانتحار تتعدى سقف المئة، وهي المرة الأولى منذ بداية عملية السرد. يعني رقم كبير ورقم مفزع. لاحظنا التحركات الاحتجاجية أخذت شكل آخر جديد، وهو محاولة الانتحار الجماعية. محاولة الانتحار الجماعية، الأرقام متاع الانتحار ومحاولة الانتحار اللي شفناها ارتفعت بسبب أساسي ورئيسي، وهي محاولة الانتحار الجماعية، أو توا نشوفوها اللي تقريبا تمثل ثلثي الحالات المرصودة. تشمل تونس الكبرى، ثم لأنها أيضا العاصمة نسب الاحتجاجات فيها محدودة وأساسا زغوان. لكن الثلثي هذه الحالات كما قلت هي محاولة. بالنسبة للاحتجاج، بالنسبة للاحتجاجات في شهر سبتمبر كانت 674 احتجاج. أهم الاحتجاجات كانت عفوية، تليها الاحتجاجات التلقائية، وثم العشوائية كانت أقل. يمكن النقطة الإيجابية وهو أن الاحتجاجات العشوائية أي الاحتجاجات العنيفة كانت تقريبا 1 على 5. الفضاء المدرسي من خلال الشهر سبتمبر وأكتوبر لاحظنا تطور كبير وملفت للعنف داخله. كلنا قاعدين نشوفه في كل الفضاءات وجود أي استثناء عنف. يمكن المشكل الكبير وهو أن الفضاءات التربوية أصبحت محاضن الآن، ديكوفرز أصبحت محاضن لإنتاج وإعادة إنتاج العنف. الشهر هذايا بالنسبة لحالة الانتحار ومحاولة الانتحار سجلنا كما قلنا 119، وهي المرة الأولى منذ بداية الفريق نتاع عملية الرصد اللي نرصدوا فيها 119. يمكن الجديد السنة، وجديد خاصة في شهر أكتوبر، الجديد هو أنه على المستوى الكمي، اولا الحجم نتاع محاوله الانتحار الجماعيه كان كبير، لكن المره هذه نخرج من سقف التهديد بالانتحار الجماعي الى ممارسه الانتحار الجماعي. بالنسبه للصوره، الميساج السلبي اللي اعطته حكومه السيد يوسف الشاهد انه عندك انت وسيله انتاج واداه ضغط يتفاوضوا معك، ما عندكش وسيله ضغط شادوا وسيلة يعني إنتاج شادوا تحتك في الضغط ما يتفاوضوش معك، وهذا اللي باش يأجج الأوضاع في شهر جانفي. وما نخبيوش عليكم الناس الكل قاعدة تناقش الحركات الاجتماعية في شهر جانفي.